الازدهار من الداخل إلى الخارج، الامتنان لتنمية وتعزيز الصورة الجسدية الإيجابية. بختام الفقرة السابقة سألناك إذا كنت على استعداد لبناء علاقة إيجابية مع جسدك، واليوم رح نبدأ سوا بعيش هالاختبار. بفقرتنا لليوم رح نتعمق أكثر بمفهوم الصورة الجسدية وأهميتها، ونتعرف على مفهوم بيرما وعلى مقولة المؤلفة سارة بون برانوك، واللي رح تكون مثل حبة الدواء سريعة المفعول. مشوارنا سوا بيهدف لتحقيق حالة من الازدهار الداخلي بتفيض وبتظهر بكل نواحي حياتك وبتنعكس من الداخل للخارج. لا شك إنه بمجتمعنا اليوم بتشكل الصورة الجسدية تحدي كبير للعديد من النساء إن كان عندهم إعاقة أو لا، فقبول الجسد أمر معقد وغير مضمون، بيواجه العديد من التحديات بعالمنا اللي بيقدم وبيفرض نماذج مثالية ما بتاخد بعين الاعتبار اختلاف وتنوع البشر الجسدي والعقلي. والتحدي الأكبر بمسير التغيير صورتنا الجسدية وتقبلها بفخر والاعتزاز بيها هو مكافحة جميع الرسائل السلبية اللي بتوصلنا عن أجسادنا. شكلي بيضحك، أنا عندي وزن زايد، جسمي مش مكتمل مثل الآخرين. هالنماذج من الكلمات اللي بنسمعها أو بنقولها هي أحد الأسباب اللي بتمنعنا عن الشعور بالرضا عن أنفسنا. أما للمرأة ذات الإعاقة، فالإعاقة بترتبط كتير أوقات بمعاني النقص والدونية، فكتير من الأحيان بنوضع الشك حول أنوثتها وحول قدراتها الجسدية بما فيها القدرة على الإنجاب. إعاقة سارة الظاهرة جعلتها بتمر بالعديد من الاختبارات بمراحل مختلفة من حياتها. بتقول سارة: بكره إعاقتي لأنها أخرت نموي وتسببت بإعوجاج بعمود الفقري، وعشت بالفقر. مين بده ينجذب أو يحب شخص عنده إعاقة أو فقير؟ بحاول ساعد حالي فبشتري تياب بتصاميم مختلفة أو بغير لون شعري لأشعر بشي من التحسن. تعرفت مؤخراً على جمعية بتضم فتيات على الكرسي المتحرك وتشاركنا سوا همومنا وتحدياتنا. خلاني هيدا عيد التفكير بأمور حياتي، نظرتي لنفسي، خاصة بعد أن شاركت خبرة مع صديقة إعاقتها بتسبب لها ألم جسدي وما بتملك ضمانات إنها حتتحسن، بس هي بتعيش حالة تقبل وتقدير لذاتها. خلاني عيد النظر بالعديد من أمور بحياتي. بعد فترة تعرفت سارة على فرقة مسرحية تجمع ناس متنوعين قادرين يكونوا نفسهم وعلى طبيعتهم من دون ما ينظر لهم حدا بغرابة. بتقول سارة عن هالتجربة: اختبرت مع هالجماعة كيف ممكن حب جسدي واستثمر قدراته واحترم حدوده، وتعلمت كيف إنه يكون جسدي وسيلة تعبير وتواصل. خليني هيدا أشعر بالامتنان والثقة بنفسي، وبطلت قارن نفسي بالآخرين وبلشت ببناء علاقة ودية مع جسدي، حتى إني صرت ما بخجل من إظهار أنوثتي. وإنت شو نظرتك لجسدك؟ شو الأمور اللي بتحبيها وبتفتخري فيها؟ وشو الأمور اللي بتحسي إنه بحاجة تنظري لها نظرة جديدة؟ بهالإطار بدعيكي تحضري فيديو بالملحق بيتضمن حملة جريئة قامت فيها منظمة برو إنفيمس سويسرية، حيث بتطرح تساؤل عن معايير الجمال أو الجسد لنتمكن من بناء هوية حيث الإعاقة هي مصدر قوة وثقة بالنفس وفخر. رح نستعين بنموذج بيرما للباحث مارتن سليجمان، مؤسس العلم النفسي الإيجابي. نموذج بيرما مؤلف من 5 مكونات: positive emotions أي المشاعر الإيجابية مثل الفرح، الامتنان، الأمل والتفاؤل. engagement أي الالتزام العميق. تتذكري آخر مرة قمتي فيها بنشاط مفضل وشعرتي إنك خارج الزمن؟ شو كان هالنشاط؟ وأي قوة قدرتي تستثمري فيه؟ هل كان نشاط مهني أو متصل بموهبة؟ هالتجربة اللي عشتيها هي دلالة على نقطة الالتزام العميق اللي بيقترن غالباً بما يوصف بحالة التدفق أو الفلو. رح نحكي عنها بأقسام لاحقة من الموك. ثالثاً relationships أي العلاقات. ما بنعرف بالتحديد إذا كان الإنسان بيبحث عن العلاقات لمجرد العلاقة أو للشعور بالفرح ومعنى الحياة، بس اللي بنعرفه إنه العلاقات الإيجابية والصحية هي بصلب الصحة والرفاهية واستمرارية الحياة السعيدة. رابعاً meaning أي المعنى. نبحث دايماً بالحياة عن معنى للحياة، والانتماء لأمر أوسع من الذات والرغبة بالمساهمة بتحقيق أمور غالباً هدفها الخير العام. خامساً achievement أي الإنجاز، وأبسط صورة عن هالنقطة هي رغبة الطفل بالفوز بأي لعبة ولو اضطر إنه يغش أحياناً. هالطفل موجود بداخل كل شخص منا
بدرجات متفاوتة، والسبب هو الرغبة بالإنجاز. كل واحد من هالمكونات قائم بنفسه، بيطمح له البشر وبيرغبوا بتحقيقه لنفسهم. بكل مرة بيكونوا بحالة حرية بعيدة عن الإكراه. اليوم رح نستعين بأول مكون من نموذج بيرما، أي المشاعر الإيجابية، وبالتحديد شعور الامتنان والقدرة على التذوق، ونكتشف كيف ممكن من خلالها ننمي علاقة جديدة وإيجابية مع الجسد والنفس ومع الحياة. بأول مشوار الامتنان والتذوق بحب شاركك بجملة ممكن تكون نوع من منترا أو شعار بتكرريه وبيصير مصدر قوة وسلام داخلي. بتقول المؤلفة سارة بون برانوك اللي سلطت الضوء على مستوى دولي على ممارسة فعل الامتنان لدى ظهورها مع أوبرا وينفري بالتسعينات، أنا ما أنا وما أنا هو رائع. أما عن موقف الامتنان وممارسته فهو متعدد الجوانب، هو شعور إيجابي ونقطة قوة وفضيلة، فالقدرة على الامتنان تختلف من شخص لآخر، ولكن نقدر ننميه ونغذيه، فهو من الممارسات الأساسية وموضوع الأبحاث الأول بعلم النفس الإيجابي ومن أقويها فعالية إذا تم تطبيقه بانتظام. وكما يقول التشبيه الشائع، انظر إلى نصف الكأس الملآن، وإذا كان الامتنان دواء أو علاج فسجلي عندك الوصفة. اسم الدواء ممارسة الامتنان، تعريف شعور بالامتنان والدهشة والتقدير للحياة، ينصح باستعماله لمضاعفة السعادة والمشاعر الإيجابية. الرضا على الحياة لعلاقة متينة هو أيضاً علاج فعال ضد الحسد وخيبة الأمل. أثبتت فعالية الامتنان بعلاج تكرار الدائم للأفكار السلبية التي هي أحد عوارض الاكتئاب، حيث العقل بيكرر إلى ما لا نهاية الهواجس والأحداث السلبية والإخفاقات الشخصية. الوقت المناسب للاستعمال بجميع الأوقات، أثبتت الدراسات أنه جعل الامتنان قسم من روتيني اليومي بيساعد على النوم وبيؤدي إلى نوعية نوم أفضل. لزيادة فعالية العلاج ينصح الشعور بالامتنان بدلا من التفكير بالامتنان. للتوصل هالمرحلة حيث ننتقل من تمرين عقل جاف بعض الشيء إلى موقف يصل وينبع من القلب، يجب المثابرة وتنمية موقف مستعد للامتنان. تقدير المدية اللي بيغطيها العلاج، ممارسة الامتنان لثلاث أسابيع على التوالي بتؤدي إلى زيادة دائمة بالسعادة وانخفاض مستوى الاكتئاب، ويمكن نشعر فيها لعدة أشهر. مؤشر النجاح هو أنك رح تشوف الحياة كهبة وهدية. بتشارك مريم أكتار اختبار مؤلفة كتاب علم النفس الإيجابي للتغلب على الاكتئاب، اختبار الشخصي للامتنان، وبتقول عن ممارسة تدوين الامتنان بالنسبة لها كان مفتاح التحول من عقلية الحرمان لعقلية الوفرة اللي بتقدر كل الأشياء الجيدة اللي بملكها. وانت مستعد تقوم باختبار موقف الامتنان؟ المفتاح ثلاث أسئلة: شو هي الأمور الجيدة بشكل عام بحياتي مثل الصحة، العيلة، يكون عندي بيت؟ شو هي الأمور الصغيرة أو الكبيرة يلي بشعر تجاهها بالامتنان بالآونة الأخيرة؟ بختام نهاري، شو هي الأمور الثلاثة اللي بشعر بالامتنان تجاهها؟ نصيحة لتسهيل الأمر هي أنه تقترن ممارسة الامتنان بنشاط آخر من حياتك اليومية، مثلاً تكوني عم تنظفي أسنانك أو عن تناول وجبة الفطور. أما هلأ حين وقت تطبيق النظرة التقديرية لجسمك، واسألي نفسك الأسئلة عن الأمور يلي بتنظري لها كنقص أو عجز. لو كان جسمي صديق بيرفقني بكل يومياتي، شو هي الأمور يلي بدي أشكره عليها؟ شو هي الأمور اللي بعتبرها عادي أو حق مكتسب واللي بتساهم برفاه الجسدي؟ كيف بيسمح لي جسدي بأن يكون على صلة مع الآخرين ومع الأمور الجميلة بالحياة؟ خذ الوقت اللازم للتفكير جيداً بهالأسئلة. كيف شعورك من بعد ما عملت هالتمرين؟ شاركينا بالتعليقات ببعض الأفكار. بالإضافة بدعيك تحضري بهالملحق أول 4 دقايق بهالفيديو يلي بتخبر فيه جوردن بون عن شعورها بالامتنان يلي بتشعر فيه من بعد ما صار عندها إعاقة. إذا حبيت اختبار الامتنان بدعيك لاكتشاف اختبار التذوق يلي بينصح فيه علم النفس الإيجابي. ميزة التذوق أنه بيجعلنا على صلة بحواسنا الخمسة والشي اللي عم نعيشه باللحظة الحاضرة. ففي التذوق ممكن وقف حديث لأندهش قدام منظر مغيب الشمس. بالتذوق ممكن اجعل منظر أو رائحة الياسمين تنقلني لأيام الطفولة على مدخل حديقة جدي مثلا. التذوق وسيلة ذهبية تجعلني أكون قريبة من جسدي وكون ممنونة لكل الخير واللذة والفرح يلي بيوصلني من خلاله. لتعرفي تكتشفي أكثر عن الامتنان والتذوق بدعيك تكتشفي بالملحق مجموعة ممارسات متعلقة بهالنقطتين، واختاري منها شو بيناسبك. مثل كل شي بالحياة بشجعك تتهد في للتطور بدلا من المثالية. أما هلأ على مقياس من 1 لـ10،
حيث واحد بيوازي مشاعر قلق، انزعاج أو عدم رضا، وعشرة بيوازي مشاعر الرفاه، الفرح والرضا. شو هي العلامة اللي بتعبر عن مشاعرك؟ على هالمقياس أنت مستعدة للاقتراب درجتين أو أكثر من الرفاه لتقربي أكثر وأكثر من حالة الازدهار الشخصي؟ لقينا بالفقرة القادمة لنستعرض سوى مفهوم متكامل للصحة النفسية والجسدية مع تطبيقه على تحديات الإعاقة، ولا تكتشفي كيف ممكن تكوني قبطان حياتك.